في القاهرة أنهى وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس الوفد أنهى مشاركته في الدورة 28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي التي خصصت لبحث موضوع ما يجري في قطاع غزة مؤخرا من أحداث مؤلمة ومجازر ارتكبت في حق الفلسطينيين، وكذلك القرار الأحادي بشأن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من القاهرة سعادة الأستاذة هالة رمزي عضو مجلس الشورى. أستاذة هالة، بداية نرحب بك، وهل لك أن تحدثينا عن القرارات وأيضا النتائج التي تم الخروج بها من هذا الاجتماع اليوم؟ مساء الخير على المشاهدين وعليكم. انتهت الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي أمس، والتي خصصت لبحث موضوع ما يجري في قطاع غزة مؤخرا من أحداث مؤلمة ومجازر ارتكبت في حق الفلسطينيين، وكذلك القرار الأحادي بشأن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. وكان الوفود البرلمانية العربية توافق تام برفض أي مساس بالوضع القانوني والتاريخي للقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وإدانة كل الإجراءات الإسرائيلية بحق الأماكن الدينية الإسلامية منها والمسيحية، وبالأخص المسجد الأقصى المبارك والذي يتعرض بشكل مستمر إلى الاستباحة والانتهاكات المرفوضة والتي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية. وطبعا موقف وسط الشعب البرلماني لمملكة البحرين ثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي يؤكد على أن السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة لن يتحقق إلا بحل الدولتين وانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة في 4 يونيو عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما أكدته قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية. نعم.